السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يلعب كاساسي في دم خيار، لعب محمد النهيري في داعي الإصابة، يلعب كاساسي حمزة السابون، تذكر محمد النهيري اللي وقع موت الخيال، عمل مع الهداف للسنوات من احمد عبد العزيز مودي. يا استلام كوره من مقران محمد وناجم، محمد وناجم هذه الكرات اللي حفظها واللاعب يهتز محمد عوان، محمد عوان اثبت من الواجب عبد الرحيم مقران الخطوره الى حد الان تاتي يعني على مستوى توغلات الجانبيه اسماعيل الحديد في حوار مع حوس بدر بن هارون، حمزه الصابوني لمحمد وناجم حب يلعب لوالدو ما تعداش مفطر الدفاع من ايمن اشرف يحط الكره خارج الملعب تناس للمنتخب المغربي، حمزه الصابوني لمحمد وناجم وطم خطا ومخالفه لمناجم هذا هو مهاجم الهداف محمد وناجم واول بطاقه في المباراه، اول بطاقه في المباراه والبطاقة الكرة وتدخل كان من أيمن أشرف، أيمن أشرف وتغير من عبد الإله الحمودي محمد وناجم، محمد وناجم لبدر بن هارون عبد الإله الحفيدي يا شحبنا نجاح في كل التدخلات من محمود حسن أيمن أشرف وحسين الشحات وناجم وناجم تبعت كرة بن هارون تنفذ كنا ربما ننتظر أن واحد من هذه الأسماء كرة خطيرة انطلاقة من مقران لأوناشد ومرة أخرى الدفاع ليعطى حلول لكل من صلاح الدين السعيدي بدر بن هارون وعبد الإله الحفيدي يتعدى أوناشد عبر المتابعة على خط منطقة الجزاء الخطورة مرتفعة على قيادة الشوط الأول منتخب المغرب إبراهيم حسن وفريق شوقي حمزة الصابوني عطي الكورة محمد وناجم، محمد وناجم هو التدخل من أيمن أشرف المساعد يقول العب كورة الشوط الثاني مكان من؟ مكان محمد وناجم، محمد وناجم مردود ممتاز وخطورة متواصلة على الدفاع المصري ليغادر